قبيل يعني. أنا الصراحة هني يعني أقول له في دوار أنا وقفت فيه. 75 دينار. شنو 75 دينار؟ نعم. أنت تتكلم على فاتورة تليفون كم يعني؟ إيه يعني لا أنت تتكلم على حين تغيير جذري وضخ فلوس إذا تبي بعد استقرار ضخ فلوس في البلد. صحيح. أنا يعني التباطؤ يعني أنا ما أعرف على شنو يعني بس أنا عندك ميزانية الآن يجب أن تقر بسرعة. إذا ما أعطوك النواب حلول أنت حط هالحلول. أنت أدخل بالحلول. صحيح. أنا بحاجة لرفع مستوى الرواتب في القطاع الخاص. صحيح. أكثر من 70% منهم معاشاتهم أقل من 300 دينار. صحيح. طيب. في وضع تضخم معيشي عالي، في وضع أزمات مالية دولية، وفي ضخ مالي كما قلتي تفضلتي أن في ضخ مالي في البحرين مساندة خليجية. أي يعني أنا أعتقد لازم تطلع بسرعة. شو اللي أخرني أنا الشيء عليه أقتب الحوار في هالمواضيع. أنا لا أعتقد إنه أنت ولا أنا نستطيع أن نجيب هذا السؤال. أعتقد إنه الجهة المسؤولة عن البلاد هي التي تجيب على هذا السؤال بإجابة عملية وليست إجابة شفوية. حتى رمي الكرة على النيابي، النيابي يعني مشلول الآن وعاجز نوعا ما خاصة في هذه الأزمة السياسية التي يعني أصبحت بالعكس خذ المبادرة خذ لك ردت أنت إذا عندك يعني أنت موجود عندك الحين المبلغ المالي وفر من دول الخليج العربي. وأنا يعني حبذا لو أنه يعني يوقف موضوع خطابين مفروض يوقفون في هذه المرحلة، وهذا رأيي أنا الشخصي يعني أتحمل مسؤولية هذا الرأي. خطاب المكرمات يجب أن يوقف، وخطاب آخر وهو خطاب العفو يجب أن يوقف، لأن كلاهما مسألة عضوية مرتبطة. خطاب العفو سيجعل الشارع المكون الموالي في الأصل اللي يسمونه موالي، لأن لاحظتي أنه الأجانب إذا تكلموا يعني السفير البريطاني إذا جلس مع الوحدة الوطنية أو السفير الأمريكي أو نائب وزير الخارجية الأمريكي قال برو جوفرمنت، يسمي برو جوفرمنت يعني الموالي للحكومة، مفروغ منه خلاص، مفروغ منه يعني يعني بمعنى أن هذا المكون ليس له قول ولا رأي ولا في المسألة، ليس له أي يعني صفر في المعادلة. صدق في السابق كان كذلك. في السابق. لذلك نقول خطاب المكرمات يجب أن يوقف. وأنا أعتقد إنه خطاب المكرمات ليس صاحب القرار هو السبب فيه. أنا أعتقد البطانة المطبلة. خلينا نكون واقعيين. إن أردنا أن نكون نحل قضايانا يعني الجرح مفتوح ويجب أن نطهره تماما. الجرح مفتوح الآن، وأي حركة مع هذا الجرح، الشارع السني، المظاهر التي رأيناها سوسن خلال 40 يوم لم نشهدها لا في عمرك ولا في عمر أكبر من عمرنا ما شفناها، ولا شفنا هالتون هاي المرتفع أطلاقاً أبدا. أطلاقاً. حتى اللي قلتيه مسألة خطيرة، هي قضية سقوط الشرعية في المكون السني. يعني خرجت لافتات، أنا عورني قلبي حقيقة، أنت وغيرك ومن المراقبين عندما نسمع نساء البحرين تتصل في بعض القنوات برا، نعم، يا فلان أنقذنا. هذا يعني يا فلان من برا، نعم 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 علي يعني أنقذنا وحياك. هذا الخطاب يؤلم، خطاب فعلا يؤلم، بمعنى أنه في مشكلة حقيقية دخلت إلى العصب إلى العظم. لذلك خطاب المكرمات يجب أن يوقف. لابد أن تكون إما الذي يعطى للشعب هو حق له، نعم، أو أن المسألة تأخرت، فكلا الحالتين هو حق له. هذا واحد. الأمر الثاني خطاب آخر وهو خطاب العفو غير الذي لا يفهمه الشارع. أنت قلتي مساعة أن الأصحاب إما الشوريون أو النواب أو المسؤولون في الدولة يجب أن يبرروا للشارع الآخر، يعتذر للشارع البحريني كما اعتذر لجلالة الملك، كذلك ويفسر موقفه. كذلك مسألة العفو، إذا كان هناك تدابير سياسية لأجل العفو يجب أن تبرر، وأعتقد أنه يجب أن تطرح الاستفتاء عام في أقل تقدير. الاستفتاء عام عموما وإن كان حتى العفو دستوريا لا يجوز إلا بعد إصدار الحكم. نعم نعم نعم، لا يجوز من قبل يعني، لكن في الحالات السابقة كانت صحيح. كلها قبل حتى صحيح. صدور الحكم صحيح. المحاسبة هذه احنا كررناها مليون مرة يعني. نعم نعم، يعني اما انه مذنب او غير مذنب. اذا غير مذنب ليش انا ادخل روحي في هذه السيناريو الطويل العريض واجعل الكتاب صح. الرأي صح. والناس تتكلم في قضية وهو غير مذنب. واذا كان مذنبا لما يعطل القانون؟ وإذا كان القانون سيأخذ مجرى إلى إصدار الحكم ثم يعفى عنه، إذن لماذا العفو أصلا؟ لماذا دخلنا في هذا؟ هل لأجل أن أقول له ترى أنا عفوت عنك يعني عقل؟ ما بي عقل، ما بي عقل. لا، هو يا الدولة إحنا دائما ننشد، وهم أيضا يطالبون بدولة المدنية ودولة المؤسسات والقانون اللي هي دولة المدنية. إذا لم أنفذ القانون ولم أفعل هالقانون، فيعني إذا أنا حتى وأنا أطالب بإطلاق سراح المعتقلين، يعني أنا إيش سوي في القانون؟
نعم نسفته خلاص نسفته من اساسه اختي في بريطانيا اللي يعني هم يطالبون بقانون وينسفونه بريطانيا دوله القانون عندما خرج الطلاب مطالبه لما اعترضوا على قضيه رفع نسبه التاكس او الرسوم الجامعات او الضرائب الجامعات تعرفين ان في 90 حاله مع ان البريطانيين ما عندهم الا هذه الصاعق الكهربائي او الهروات مع ذلك تعرفين ان في 90 حالة عندها ارتجاج في المخ في المستشفيات البريطانية في بريطانيا لما تعاملت القوى الفرنسية فرنسا مع المظاهر التي خرجت في المظاهرات اسبانيا لما تعاملت مع المظاهرات اليونان لما تعاملت مع المظاهرات ليش مستشفياتهم وشوفي فاحنا الحقيقة جهاز الامن عندنا ترى يتحرك على استحياء كان يتحرك على استحياء في حين أن المنظومة الدولية منظومة الشرعية مع فارق الدولية التهديد. مع فرق تهديد في نقطة ذكرتيها أنت أختي سريعا جدا قلتي القوى المعارضة قلتي الانقلابيون وقلتي أصحاب التعديلات الدستورية أو أصحاب إصلاح النظام في حركة لم نتكلم عنها هي حركة 14 فبراير السؤال المطروح هنا يطرح نفسه تماما السؤال من هم وجوه حركة 14 فبراير تعرفينهم؟ ما حد يعلمهم. في حين أن حركة 14 فبراير هي حركة البعض يقول وهمية وهي ليست وهمية. هناك في الدوار 12 شخص كانوا. والأجهزة الأمنية تعرفهم. وهناك من يدبر لهم التدابير من برا في منطقة من محافظات البحرين. هو خليني أنت يمكن تعال عندك معلومات أنا ما عندي. العجيب العيان أن ما في سيطرة عليهم. لا العجيب أخطر من ذي مو قضية السيطرة. العجيب أن هذه الحركة كانت هي من يسير القارب ويجعل التيار أسرع أو أبطأ العجيب في المعادلة المقلوبة التي مررنا فيها في 40 يوم أن بعض القوى في إصلاح نظام ركبت هذه القارب أي طبعا والانقلابيون ركبوا هذا القارب العجيب أيضا أن الخطاب الذي كان يأتي من العراق من جهة المدرسي كان يحرك الشارع أكثر ما يحرك الذين في البحرين طبعا وهنا الغرابة هنا الغرابة وهنا نقول قضية الالتحام وتبادل الأدوار ليست مؤامرة وليست نيات لا 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 أنت تقرأين إشارات هذه الإشارات تربطين بينها ما يسمى بالجيكسو بازل أنت تحطين نقاط عندك تعرفين اللعبة الأولية الصورة البازل جمعيها وتطلع لك الصورة الصورة الآن إذا أخذنا ولذلك نقول دائما في التحليل الاستراتيجي أو في أي تحليل أنت كمراقب الجزئيات ما تعنيك أنت تعنيك الصورة الكبرى ببروازها أيضا هذا أعتقد تجربة البحرين أختي سوسن أنت كتبتي عن تجارب كثيرة وكتاب جدا ممتاز أعتقد هذه التجربة مستحقة لأن تكتب وتقرأ تحلل لأن العوامل التي أدت لهذه الحركة عوامل لابد أن يقضى عليها وهنا يأتي في حال السلام الوطنية لابد أن يقضى طيب. على الأسباب المؤدية لهذه الحالة تعتقد أن المعالجة البحرينية اللي صارت اللي هي وقف العنف في أول مرة اسحاب الجيش وترك الأمر طول هالفترة هذه وبعدين دخول مرة ثانية بدرع الجزيرة وبثقل مجلس التعاون المملكة العربية السعودية وإلى آخره هل كانت هذه الحركة ما أعرف أنا والله يعني هل هي مدروسة ولا جاءت بالفعل يعني كانت يوم بيوم تعالج بس المحصلة النهائية أنت شكلك تبيني أدش تلفزيون مرة واحدة وما أرجع لا بس أنا من وجهة نظري خلك إن هل هي كانت يعني مقصودة ولا غير مقصودة بس أنا أقول من وجهة نظري أنا هي نموذج يدرس لماذا هذا positive negative لا فيها الاثنين فيها الاثنين يعني هي كانت مجازفة صحيح ومجازفة خطيرة كانت خطرة جدا ونجحت وكادت أن يعني الله ستر نعم يعني أنا اللحظة الأخيرة اللي تم فيها تبديل الموقف يعني سواء حضورك كان حضور سمو ولي العهد بالضبط سواء كان لا هاي أول مرة بس حتى ثاني مرة الحين إخلاء الدوار القرار بإخلاءه الآن من بعد مرور شهر بالتمام يعني عليه شهر وثمان يوم صحيح. بعد يعني حتى المرة الثانية الحركة هذه الانقلاب هذه المرة الثانية أيضا يعني ترى إحنا في النهاية في المحصلة النهائية كسبنا تأييد دولي صحيح كسبنا بعد وعمق استراتيجي خليجي لم يحصل في أي فترة من الفترات منذ إنشاء مجلس التعاون إلى اليوم ما شعروا قادتنا خلينا نقول إحنا كمواطنين كنا شاعرين فيها صحيح. لكن القيادة في الدول مجلس التعاون لم تشعر بالحاجة إلى الالتحام
كما شعرت به الآن. صحيح. رب ضارة النافع نقولها. نعم. 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 وقد يكون هالتأخير حتى هذه لو إحنا لو إن التصرف ظل كما هو من أول مرة دخول من 14 فبراير لدهشة والدوار. لو استمر وما حد تدخل على ما كنا عليه يمكن ما كنا تعطي لنا فرصة أن هاي كل الأوراق تنكشف. صحيح. لم يكن هناك مثلا مجال أن يكون في تدخل خليجي وشعور بهالمشاركة. صحيح. بأن البحرين بوابة الخليج، لم نكن نحظى بدعم دولي كما نحظى به الآن. صحيح. يعني ما أعتقد لو إحنا وصلنا في يوم 14 فبراير لو الدولة وصلت بالعنف اللي كانت داخلة في أول مرة، شوف هالمرة داشة بعنف ترى يمكن يعني لا يقل عن ما دخلت عليه في المرة الأولى. صحيح. لكن شوف رد الفعل الدولي مختلف تماما عن المرة الأولى. صحيح. أنا ما علي من القنوات اللي تثير هذه القنوات. لا لا لا، البحرين موقفها أو شنو قال حسن نصر الله أو شنو قالت إيران، لكن خذ أنت الإجمالي في الدول. صحيح. شاف على مدى شهر أن كيف الدولة تعطي الفرصة الوحدة والأخرى. صحيح. وكيف أن الجماعة الثانية امتدت إلى بشكل لا يمكن قبوله في أي مجتمع. أنا اتصلي صحفي أجنبي وسألني سؤال محدد، قال لي يعني what's going on in بحرين، يقول لي يعني يقول إحنا نقرأ يعني المشاهد التي حصلت في تونس في الجزائر في سوريا الآن، لكن عندنا الوضع في البحرين صعب. كانت تلك الفترة التي إحنا ما قدرنا نفهم القصة. أي أي. تذكرين في البداية. في البداية ما كنا نحاول نفهم، لكن حقيقة اللي قلتي أنت، هل يمكن أن تدرس هذه القضية غدا في مدارس الأمن أو مدارس العسكر أو تكتيكات المعالجات الأمنية؟ أعتقد هي مجازفة ربما تسجل باسم شخص واحد، ستسجل باسم هذه، ولكن يعني ربما سعفنا إحنا الثورة الليبية، سعفنا زلزال اليابان. الثورة الليبية أخذت الأضواء. الثورة الليبية جعلت المملكة العربية السعودية تقدم على خطوة ذكية جدا في ملء حصة النفط الليبي بدون طلب، يعني لا من منظمات النفط، لا من أوبك ولا من غيرها ولا من الولايات المتحدة، فملأت حصة ليبيا، وهذا أعطى قوة دافعة للمملكة العربية السعودية أنها قوة ضاغطة من خلال النفط. واحد. اثنين، الذي حصل في اليابان الزلزال 4 مفاعلات نووية انشلت، في حين أن العالم كان حتى الخليج كان يتكلم عن الطاقة النووية. الحين خلاص قفل. وقفت. هذه الطاقة النفطية أدت دورها أيضا، شريط النفط يمول اليابان 90% من احتياجاته. يعني أدركوا أهمية الأحسنت وأدركوا أهمية النفط وأدركوا أهمية المملكة العربية السعودية. أهمية هذه المنطقة الجزيرة العربية، أهمية استقرار هذه المنطقة. حتى أنا اللي أشرت قبل شوي عن زيارة الأمير بندر من سلطان للصين. صين. كانت إشارة قوية جدا. نعم. يعني نعم. أنا قرأتها بهالشكل. صحيح. هذه إشارة. صحيح. قوية جدا إن إحنا ترى مو يعني سلة والبيض مو كله في سلة واحدة. وأنا أعتقد المرحلة القادمة بالنسبة حق دول مجلس التعاون هي نوع من صيغة الاتحاد الحقيقي، يعني مفروض حقيقة، لأنه النظام الأساسي لدول مجلس التعاون يعني ينصص على قضية الأمن والتنمية. ولاحظي المساعدات التي خرجت لتعزيز تنمية البحرين وعمان ب 20 مليار 10 مليار 10 مليار خلال 10 سنوات، هذا يدخل من ضمن التنمية، في حين على فكرة التنمية كانت معطلة نوعا ما، معطلة مبنية على 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 الجهاز. بالمناسبة أنا الحقيقة مستبشر كثيرا باستلام بداية الشهر القادم، استلام دكتور عبد اللطيف الزياني للأمان العام لدول التعاون. عبد اللطيف الزياني رجل عنده رؤية حقيقة، وعنده رؤية مغايرة لوظيفة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. أنا أتمنى له النجاح حقيقة، لأن الدور الذي يريد أن يقوم فيه بحاجة إحنا في هالفترة، خاصة في هذه في هالمرحلة هذه، بحاجة تحويل دور مجلس تحويل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون من سكرتارية إلى جهاز داينامو يستطيع أن يقنع الشارع، لأن هناك الأمانة العامة حقيقة وضعها الآن سكرتارية، وفي فجوة حقيقة بينها وبين الشارع الخليجي. أنا وأنت عندما نذهب إلى الخليج نشعر بانتماء خليجي، لكن لم يحصل
تطبيقات فعلية على الأرض بحيث نشعر بانتماء إلى هذه الجزيرة كاملة. أعتقد دكتور عبد اللطيف الزياني سيكون له دور في قضية هذا السرد. هي المرحلة هي اللي حصل في البحرين هو الدور الأكبر. صحيح. اللي يعني كان يعني مثل الماء البارد. اللي جرس الإنذار. جرس الإنذار اللي يعني أفقنا عليه كلنا ويجب أن يعني نحذر كل الأخوان سواء كانوا في الكويت تحديداً. تحديداً يعني الكويت. يعني خاصرة الرخوة الآن. إيه يعني وهي بين فكين يعني العراق وإيران يعني وضعهم بعد ليس بالسهل. يعني هي بس تعقيبا على كلامك الكويت تسمى في المصطلح السياسي كش